اريدك تقول لي ايش قد مساحه هذا السوق ومنو ساهم ببنائه؟ هذا السوق سوق السربادي طوله تقريبا 350 متر ومساحاته متفاوته ما بين العرض ماله بمحلات صغار ومحلات كبار زين، وبي يعني مساهمين به هوايه عوائل بالبناء مالته. اما التسقيف ماله، التسقيف ماله في زمن الانجليز بين ال 20 وال 30 سنه، ال 20 سنه ال 30 بالقرن الماضي. زين، شنو اللي يميز سوق الاسترابادي عن باقي الاسواق البغدادية؟ بنتي اللي هذا ميز السوق، يعني كافة الدول كانوا يجون من اوروبا، يعني من شرق اسيا، فيجون كسائحين، كزوار، كمختصين بشناشيل واثار بغداد. شنو يتميز هذا السوق؟ يتميز ببضائعه. شنو البضائع يعني؟ بضائع كل شيء، في نساء، رجالي، اطفالي، انتيكات، بقزمتك وعطورات ومعطرات، اشكال واعشاب اشكال. زين عمو محمد، اشوف محلك جدا حلو يبيع يعني الزي العربي القديم، احكي لي عنه شويه. طبعا سوق السربادي جدي الحاج شلوب. نعم. بال 1950 كان هو خياط هنا بهذا السوق. فاحنا هسه دا نشتغل هنا الدجاجه العراقيه. هاي الزي العربي. الزي العربي، وبعد اكو هنا يبيعون العبي والعقل. والغتر وهاي والعقل. اي ايه ايه نعم بالضبط. ايه. زين، منين يبدي ووين ينتهي؟ هذا السوق يبدي من باب القبله مال الامامين موسى بن جعفر عليهم السلام ومحمد جواد. الى قراج كربلاء سيد محمد، امتدادا ويا سوق الهرج، ويا امتداد من محلات الاعشاب ولحد القراج. زين عمو، انا ودا اتمشى منها شفت هاي الخانات الفوق، شنو قصتها؟ احكي لي عنها. طبعا قبل ماكو فنادق، فكانوا يجون الباكستان والهند وكل الدول تجي هنا يعني تستاجر بهذا المكان فتقضي حاجتها يعني حسبة اسبوع اسبوعين، هي هم سياحه ويامها. بس اندثرت بعد هاي الفنادق، صارت اربع نجوم خمس نجوم، فتحت بغداد والكاظمية. مرحبا، شلونك؟ دا اشوفك تقلب هذا الزي العربي، ها شنو لك انت تشتري؟ لا هاي مو لي، باخذها هديه لوالدي. صدق؟ يعني والدك يحب هاي الزي العربي القديم؟ الزي العربي ويحبها السوق بالذات. شنو السبب اللي خلاه يحبها؟ هو من زمان، هو رجال كظمان، فمن زمان من كان صغير يجيبوا له هذا السوق وياخذ دشاديشه، الستر. اكيد راح يتذكر يعني ايام قبل. كلش راح يفرح بيها ويحبها. جولة كانت كلش مهمة وحلوة، واستفاديت معلومات كلش هواية، واستوقت همينة، وهسه أقولكم خلصت جولتي لهذا اليوم في مالا. خوش حكي، أحلى نحكي.